السلام عليكم، كيفكم؟ شو اخباركم؟ معكم مصطفى. بعد انقطاع ولسه منقطعين اسبوع لسه ان شاء الله ليصل الاورك. اليوم يعني هذا فيديو بس للناس اللي عم تسأل. نزلت كم فيديو انا على التيك توك وعلى اللايكي، ففي ناس كتبوا لي انه شو هو هذا الاورج، وين موجود البرنامج. طبعا الناس اللي ما بتعرف، في ناس اصلا لا تستغربوا لسه ما بتعرف اورج الموبايل، حابه تعزف بس حتى اورج الموبايل ما بتعرف انه موجود، مفكرين انه لازم يشتروا اورج. فأورج الموبايل أنا ما بحب أشتغل عليه، لأنه ما شاء الله قنوات الشباب مكفئين وموفقين، أحمد محاميد، حمزة أورج، جوان، سيمو معلش يا سيمو بعتذر. الشباب مو مقصرين يعني بالنسبة لهذا الموضوع، فبحر. لكن أورج الكمبيوتر هو نفسه أورج الموبايل، لكن ما حدا حاكي عنه، فأنا حبيت أعملكم فيديو بما أنه ما عندي شيء. شفتوني بالفترة الأخيرة هذا الشهر عم نزل فيديوهات، صراحة يعني انا خجلان منكم، ما في شيء لانه ما في اورج. بس خلينا نحكي عن هذا الاورج للناس اللي ما عندها حق ثمن الاورج. يعني اول شيء عشان ما حد يسالني كيف نحمله وكيف نجيبه، بتفوت على تطبيق كيف نعزف الاورج او كيف تعزف الاورج مع مصطفى من جوجل بلاي، بتحمله، راح اخلي لكم الرابط تبعه باسفل الفيديو. بتفوت قسم تعليم عزف اورج الموبايل والكمبيوتر، بتدخل بتلاقي هذا مكتوب باللون الازرق، هذا برنامج الكمبيوتر، بتحمله ملف واحد وسهل ورابط مباشر فورا، بتحمله بتنصبه بالكمبيوتر مكرك مفعل جاهز لاستقبال السيتات، والسيتات موجودين بنفس الصفحه. تمام، بعد ما حملنا البرنامج بيشتغل بهذا الشكل، طبعا مو بهذا الشكل، راح اطفي لكم اياه. تمام، خلينا نبدا من الصفر. هذا هو البرنامج، شكله كره ارضيه وعليها موسيقى، بيشتغل بهذا الشكل. تمام، نجي هون، في هون مكتوب او مرسوم رسمة مفاتيح، لوحة مفاتيح، نضغط عليها بيطلع لنا الاورج. تمام، بالاورج خلينا نصغر لكم الشاشة، هون بالزاوية في اشارة فايل مفتوح بيقول لك افتح الفايل. هذا مشان شو؟ مشان نحمل السيت، انت التنزيلات اللي اخذهم مني وين بيكونوا موجودين. بتفوت مثلا هذا السيت طربي لاحمد محاميد. تمام، انا طبعا مش راح اشغل لكم السيتات، انا بشتغل عليه سيتات ال 600، هي هذا الجميل فيه، احسن من اورج الموبايل. شوفوا اورج الموبايل انت ملتزم بالسيتات اللي بينزلوها الشباب على اليوتيوب، بهذا الاورج لا، يعني بتفوت بقناتي بتشوف سيت بي ار 600 حلو، ممكن تسحبه وبتضغط على كلمه بي ار هون بالزاويه. لحظه، هون في مكتوب بي ار، تضغط عليها، نجي نضغط عليها. تمام، وبيقول لك وين موجود السيت تبع 600 او 700 او 800، اي سيت كورك. هذا الجميل بهذا الاورج، وبتحمله يمكن ما يشتغل عندك بعض الاصوات وبعض الايقاعات، لكن البقيه كله حيشتغل، وبتصير مع الممارسه انت بتعرف اللي ناقصك شو بتعمل فيه. وفي بعمل لكم انا شروحات، نضيف عليه كتات الكورك، نضيف عليه كتات ثانيه. تمام، فالموضوع جدا سهل والبرنامج جدا حلو وايقاعاته حلوه. نسمع الصعيدي مثلا بهذا السيت، طبعا هذا السيت فيه اكثر من 150 ايقاع منزله احمد، انا راح احط لكم رابطه. تبكي مثلا واحده، لف، حتى الاكوردات شغاله 100% يعني اورج نظامي. تمام، بس انا بعتقد انه ناقص عندي ملف الكتات، هذا راح نعمل له شرح مفصل لوحده. نخفف السرعة من تيمبو شوي، نعملها مثلا أنا متعود على عزف 105، خلينا نجرب. أنا أصلا على الماك ما بحب أشتغل، بس مقطوع على الكهرب فاضطريت أشتغل على اللابتوب. طيب، الأصوات نفس الشيء، هون الإيقاعات، هون بتختار الأصوات اللي بدك إياها، بتغير بتساوي اللي بدك إياه. الأورج 100% شغال، طبعا في ستات صوت العصفور، في ستات كل شيء موجود، لكن انا هلا مبدئيا هذا فيديو للشرح، نرجع ننزل لكم ستات وبعمل لكم لها عرض بتحملوهم. ما بدنا نطول بالحكي كثير. نفس اورج الموبايل فيه كبسه كيو تي، بتضغط عليها وبتشرق المي والسي اللي بدك اياه، بتشرقه، بتشغل ايقاع الفيوليشن والتبديل بين الايقاع. هذا الشيء المميز عن الموبايل انه هون بتشتغل بالاف 1 ل 12، كل واحدة لها شغلتها، كمان بنعمل عنهم شرح. اذا حبيتوا هاي السلسله، طبعا اذا ما حبيتوها اكتبوا لي مشان ما اتعذب اعمل فيديوهات ثانيه. بس كل بيت اليوم فيه كمبيوتر او فيه لابتوب، فاسهل من اورج الموبايل. احيانا انت عم تعزف على الموبايل حابب تتسلى، وبنفس الوقت بدك تحكي على الواتساب او بدك تحكي شيء، فبيعمل لك مشاكل. هذا لا، نظامي
موجود على الكمبيوتر وبيعطيك اداء اسرع، لانه هون الرامات تكون 16 او 32 او حتى 4 جيجا او حتى 2 جيجا، افضل من اي موبايل موجود، لانه في موبايلات الهواوي بتعمل تاخير بالصوت بأرج الموبايل وكثير منكم عم يعانوا منها. وهون نفس الشيء، اي سيت لأرج الموبايل منشور باليوتيوب ممكن تفتحه على هذا الأرج، واي سيت كورج بي اي ممكن تنزله على هذا الأرج. طيب حكينا انه بتحمله من عندي من الصفحه، خلينا نجرب مثلا. هون انا اللي بدي اوصل لكم اياه، في ناس بتضيع بالمفاتيح، يعني هذا الدرس بس فكره انه ما بده شيء. هون هو تلقائيا بياخذ حرف الري، علامه الري هي التي، حرف التي بالانجليزي، ما راح نحكي شيء عربي كله انجليزي، تمام. الصفر هي سي بيمول، هذول بيوم واحد تتعود عليهم. يعني اذا بدي اعزف الكورد باخذ تي، ما باخذ الواي عشان ما اخذ المي النص بيمول المشرقه، باخذ المي السوداء اللي هي رقم 6. فذول بتحفظهم. الحجاز باخذ تي 6 8 اي. فالموضوع جدا سهل وسلس وافضل من اورج الموبايل صراحه. يعني حسيت حالي تعودت عليه بالمقامات كاني عم بعزف على الاورج النظامي، تمام. وهذا بيعطيك مجال، حتى في ناس بتقول لك بأورج الموبايل انا بوصل الميدي كيبورد، يا اخي ايه بس بضل اسمه موبايل، الكمبيوتر غير. يعني هذا اذا بتشتري له صدقا ب $50 ميدي كيبورد بيصير معك اورج كورج نظامي. وراح انزل لكم فيديوهات على صوت العصفور، الشباب عاملينه، الربابات. هلا بنجرب كمان الربابات، خلينا نجرب نروح شوي، خلينا نفتح سيت مثلا شعبي، اعتقد جوان عامله، بده ثواني بس بيفتح السيت، خلينا نجرب. هذا السيت ربابه اعتقد عامله ايه جوان احمد يمكن. طيب فتح، تمام. وتبو فيك تسجل وبياخذ صوتك كمان ميكروفون، والبيتش باند نظامي وكل شيء نظامي. اسمعوا لي قاعات مثلا بهذا السيت، مثلا اكورد، تمام. انا مش عارف شو التشريقه لانه كل سيت بيجيب التشريقه معاه. مشرقه السي، خلينا على الري، تمام. فجدا جدا ممتع الاورج وجدا حلو. خلينا نشوف مثلا اللف، شوفوا الاكورات مثلا بيتغير، سمعتوا؟ طبعا انا لسه ماني عامل فيه ولا اعداد، يعني الاكورات لهم اعدادات. في عندك هون ضغطه المود فيك تغير، شوفوا المفاتيح، شوفوا مثلا بيفتح لك مجال انه تعزف تحت حتى الاكورات يعني، وفوق بيظل هو بس حتى ما نضيع نحن خلينا على شيء نظامي. فاذا هذا رح نعمل عنه شروحات، اذا حابين تتعلموا عليه بعض الاغاني، الناس اللي حابه تتعلم اغاني، تمام، اكتبوا لي بالتعليقات. طبعا اول شيء حطوا اللايك بعدين اكتبوا لي بالتعليقات، اكتبوا لي بالتعليقات اذا حابين ننزل عنه كم اغنيه، كم سيت، تمام، للناس اللي حابه تعزف واليوم الاوضاع صعبه. اذا انا بطل عندي اجيب اورج، يعني الحمد لله كان الوضع منيح، صارت ظروف، صار في مرض، صار في وفاه، صار في نصب، المهم راحوا الاورجات مش مشكله، بس الله ان شاء الله بيعوضنا هذا الاسبوع ونجيب. الشباب ما قصروا. فاذا حابين هذا الاورج وحابين نعمل عنه شروحات ونعزف عليه وتتعلموا، طبعا غير الاورج الحقيقي، اورج موبايل ما راح يشتغل بس هو نفسه اورج الموبايل، فبعلمكم حتى تعزفوا هون، وبعلمكم كيف تحركوا اصابعكم على الميدي كيبورد، تمام، ونشتغل عليه. اكتبوا لي بالتعليقات. شكرا لكم حبايبي.